بداية هذا الشوط ونرى ماذا يدور من رحى التحدي والناموس والمنافسة بين هذه الأسماء وهذه الأقطاب في عالم هذا العالم الساحر وسباقات لجن. الانطلاق مباشرة إلى أول المراكز وهنا في صدارة الشوط على القمة والمتابعة لهجن الرياسة هي من هو من يتقدم الآن. مداوي على المركز الأول لهجن الرياسة مع المضمر سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي هو من يتقدم الآن. كل هذه الأسماء وكل هذه الانطلاقات إلى الصدارة المراكز النقلة مشاهدينا الأعزاء للواعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان من يتواجد في المركز الثاني. المضمر حامد بن علي بن أحمد في تضميره يحتل المركز الثاني. النقلة التالية على المركز الثالث ويتواجد النشمي لهجن الرياسة في المركز الثالث. في هذه اللحظات تعود عملية تضميره إلى المضمر سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري. أما المركز الرابع نقلة مباشرة إلى وجود مهيض لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر سعيد بن محمد بن حزيم. أما المركز الخامس فالنقلة التالية إلى معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد اللي يقدم لنا هملول. في هذه اللحظات مختار بن أحمد بن عبد الملك في تضميره المركز السادس. نصل إلى ما مفنود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سعيد راشد بن سعيد بالغافرية في التضمير يحتل المركز السادس. المركز السابع في هذه الأثناء هنا صغال لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. المضمر يمع بن عبيد بن دبيلة. هناك شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتدخل هو الداوي التضمير في هذه اللحظات لعبد الله بن علي بن واس أو سنهود في هذا الموقع. المركز التاسع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم شاهين مطر بن سيف بن لاحج الهاجري في تضميره. والمركز العاشر يصل اليروي لسمو الشيخ سعيد بن راشد النعيمي بينما التضمير لمحمد بن سعيد بن متعب الشامسي. هذه الأسماء أمام حضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء وهذا التنافس. أعود بك لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى بعد نهاية النداء الأول لمجريات وناموس هذا الشوط. عودة إلى الصدارة وعلى المقدمة ولا زالت الأمور هناك في هذه اللحظات بتنافس قوي وتنافس مثير للغاية على القمة. ولكن لا زال مداوي حتى اللحظة لا زال مداوي في المركز الأول لهجن الرياسة مع المضمر سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي هو من يقدم لنا مداوي على المركز الأول. يا سلام هنا مشاهدين الأعزاء على الصدارة وعلى قمة الشوط مع بعد قمة الشوط مع شاعر وصفة الحب. نقل إلى المركز الثاني الانتقال إلى الواعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان هو من يتواجد في ثاني المراكز في هذه اللحظات. حامد بن علي بن أحمد في التضمير مع اقترابه إلى المراكز الأولى. كذلك يقترب النشمي لهجن الرئاسة في هذا الموقع وهذا المكان مع المضمر سعيد بن عيلان المهيري ثلاثية على قمة الشوط وتحكي لنا ناموس هذا الشوط وحكايته وقصته المبدعة. المركز الرابع وصل مهيض لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. التضمير لدى سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي هملول. في المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد. التضمير لدى مختار بن أحمد بن عبد الملك هو من يتولى عملية تضميره. المركز السادس نصل إلى مفنود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر راشد بن سعيد بالغافرية على سادس المراكز. المركز السابع سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبد الله بن علي بن واس في التضمير. المركز الثامن وصل الداوي في هذه اللحظات لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان في ثامن المراكز. المركز التاسع تسلل من الجانب الاخر شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير. والمركز العاشر يصل سلهود لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم وبن بخيت من يتابعه راشد بن سالم بن بخيت الاجتبي. هذه العشره المراكز الاولى تغييرات طفيفه وخفيفه على مواقع هذا الشوط وتبديل
المراكز والمواقع، ولكن هناك حكاية الشوط وقصته لا تنتهي. ولكن النشمي غير الشوط، غير الشوط واحتل الصدارة في المركز الأول. يا سلام النشمي، النشمي النجمي لهجن الرياسة غير الشوط، انتزع المركز الأول في هذه اللحظات لهجن الرياسة مع المضمر سعيد بن عيلان المهيري. في هذه اللحظة احتل القمة الأولى. المركز الثاني لا زالت المحاولات والأوامر لم يحن وقت صدورها في هذه اللحظات، لم تحن بعد اللحظات الأوامر. المركز الثاني بدأ يغير مهيض لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنا المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. الله الله، خذ المركز الثاني، غير إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث هنا في هذه الأثناء الواعد لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل الهيان، يضمر حامد بن علي بن أحمد. المركز الرابع هملولي معالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، المضمر مختار بن أحمد من يتولى عملية تضميره. أما المركز الرابع هناك أو المركز الخامس بدأ التدخل الآن السريع في مجريات الشوط. هناك الداوي لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمره محمد بن عبد الله بن حميدان، ولكن يختلط الحابل في النابل في هذا الشوط، اختلط الحابل في النابل. بدأ الهجوم السريع، ولكن مهيض هو من يخطف الصدارة، مهيض من يخطف الصدارة. 1200 على خط النهاية، والمركز الأول مهيض اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بسعيد المكتوب، سعيد بن محمد بن حزيم الشاعر من يتولى قيادته إلى خط النهاية. المركز الثاني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، وهذا هو مختار بن أحمد بن عبد الملك الذي ظهر في هذا الموسم بكل قوة ليضرب بكل قوته في كل الأشواط. المركز الثاني وصول من المركز الثالث الآن، هناك تدخل شعر سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان مع بالصايغ المزروعي. في هذه اللحظات احمد بخلفان بالصايغ المزروعي ياتي الفايز، ولكن الله الله الله، غير سلهود لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المركز الثالث، حمد بن خميس الغويص في التضمير. نعود الى الصداره، نعود الى هملول، نعود الى سلهود. هملول وسلهود والفايز، ولكن مسيطر هملول، هملول مسيطر في القمه، وسلهود يندفع بكل قوه. سلهود وهملول، وسلهود وهملول، والفايز يا سلام. الله الله الله، بدأ مشاهدين الأعزاء الطريق نحو خط النهاية، الطريق نحو خط النهاية صعب، ولكن الأمور الأخيرة مع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد. الفايز بدأ يغير، الفايز اسمه شيخ سلطان بن زايد الليان، كذلك شاهين يا سلام. هملول اسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راجد بسعيد المكتوم، وصل في هذه اللحظات في أول ندى سالب بن نايع بشاوي الأغبلي. يا سلام يا سلام عليك يا بن نايع، يا سلام عليك يا بشاوي. هنا سالب بن نايع بشاوي الغفلي خطف الناموس في اللحظة الأخيرة مع الميتين الأخيرة، بالفعل كان فايزا هناك في ميدان المرموم، هنا يحقق الانتصار في نفس الشوط الثاني. والناموس ناموس لسمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هذه لحظات الوصول لخط النهاية. المركز الثاني سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن رايد المكتوب، هملول في المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، الفايز في المركز الرابع لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، وسلهود في المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدي الاعزاء كانت نتيجة هذا الشوط، ولكن اللحظات الأخيرة كانت لصالح هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو من حقق الانتصار. هنا لحظات التسلل الأخيرة لمجريات هذا الشوط لينتزع المركز الأول، ليحقق الانتصار، ليفوز هنا في ميدان الوثبة مرة أخرى، ليحقق انتصار آخر وتسجيل نقطة بعد نقطة في هذا المساء. 9:50 وست أجزاء من الثانية وتوقيت زمني، تاني اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راد المكتوم، والتاني لسالب بن نايع بشاوي الغفري على الفوز. أما المركز الثاني، ثاني المراكز يصل مشاهدين الاعزاء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، 9:52 9 اجزاء من الثاني، تهاني لمطر بن سيف اللحج الهاجري في التضمير. المركز الثالث هملولي معالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، 9:53 جزء واحد من الثانيه، والثانيه لمختار احمد على الفوز وعلى الناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا زميل حمد بن ضبيب الشامسي على التواصل، شكرا لكل الزملاء. وها هي الانطلاقه لشوطنا الثامن، اما انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه، والشوط الثامن